ايمن محمد محمود البقالي. حاج ايمن، عرفنا عن ايه مجال في المانجا؟ المجال ده حضرتك بنجيب المانجا بتاع الجماعه الزراع اللي هم مزارعين صفات المزارع والتجار ونحط الزرع، جماعه البياعين اللي بيبيعوا في اسواق اخرى بنقول معانا كام؟ كل واحد بيتكلم اللي بيقول انت 8 جنيه والتاني بيقول 8 وربع 8 ونص 9 الا ربع، اخر واحد يقول 9 جنيه مثلا، اخر العطب وهو الله يسهل الاسم بقى 10 15 20، اخر واحد هو بنتزود بنظام مرسل في اي مزاد زي الحكومه بتعمله كده مثلا في المنشآت العقاريه بيجيب ثمن الزرع حق المزاد ده؟ نعم بيجيب ثمنه؟ ايوه كل واحد بيسوق حسب السوق. اه كل واحد بيتكلم حسب ما السوق ياخد وبيع تاني. دي الناس اللي واقفه قدامي دي بياعين. تمام. اه بياعين جمله وبياعين كفه. زي ما بياخدوا هنا بياخد عقد السوق وزاد عن سوق عن هو اللي بيبيع ما بياخدش. غيره بياخد. اه. حضرتك كل واحد بيتكلم اكل عيش. موسم المانجا السنه دي بدا المزاد من اول كام؟ موسم المانجا السنه دي بدا المزاد من اول من 7 جنيه ل 10 جنيه في البلد. خلاص يا محمد. والزبليه هات اللي عندك. ما بتحسب بقى بالله. نزل اللي عندك في الشهر. لا 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 الناس اللي عملت محمود يعطي لها 10 جنيه للبلد ويعوزي بلد من 20 جنيه ل 23 جنيه يا عبد الله في اقبال السنه دي؟ نعم في اقبال ما حصلش من ساعه ما ربنا